وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسلاما. إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ورمضان تجربة إيمانية معززة لمناعتنا الجسدية والنفسية والروحية. هنتكلم النهاردة عن السحور. السحور المفروض إنه يبقى بيحقق لنا بعض الحاجات عشان نبقى مرتاحين. هنصوم حوالي 15 ساعة وأكثر، بعض الدول هتصوم أكثر، بعض الدول هتصوم أقل. فإحنا محتاجين السحور بتاعنا ما يكونش فيه بقى حاجات، ولا حاجات حراقة، ولا حاجات تتطلب إن إحنا نشرب كميات مية كبيرة زي بعض المأكولات اللي بيكون غنية بالملح. فنحاول بقدر الإمكان إن السحور بتاعنا يكون بسيط، وما فيش أبسط من سحور النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه لم يكن أبدا يتقصد إن في سحوره على أطعمة معينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حريص على السحور بالتمر. يمكن هو اللي كان موجود في الجزيرة العربية وقتها، احنا عارفين انه كان معظم الأطعمة اللي متوفرة بالنسبة لهم كان التمر والألبان. النبي صلى الله عليه وسلم مدح التمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. لكن ممكن نتسحر على أي حاجة تانية، يعني لو ما فيش تمر ما فيش مشكلة. ممكن السحور بتاعنا يكون عبارة عن زبادي ومعها أي نوع من الخضروات الغنية بالماء، ممكن زبادي بخيار، ممكن ناخد بعض أنواع الفاكهة اللي هي غنية بالبوتاسيوم، لأنه زي ما احنا عارفين إن الأطعمة اللي بيكون غنية بالصوديوم هتتطلب مننا إن احنا نشرب كميات مية كبيرة، وبالتالي نكون حريصين جدا في السحور إنه الأجبان ما تكونش من الأجبان اللي الملوحة فيها عالية، نسبة الملح فيها عالية. لو هيبقى فيه أجبان يبقى الأفضل إنه يكون الجبن القريش، أنواع الجبن اللي نسبة الملح فيها قليلة، ممكن زبادي، طبعا الفول. احنا كمصريين بنحب الفول جدا في السحور، والناس معتقدة إنه ما ينفعش صيام بدون سحور. مش هنقدر نتدخل في أذواق الناس أو يعني حبهم لأطعمة معينة. احنا عارفين ان قاعدة أساسية من قواعد التغذية في الإسلام ان نحن جميع مختلف، كل واحد فينا مختلف عن الآخر في تفضيله للأطعمة واستساخته ليها. فالناس اللي هي عايزة تتسحر على الفول يفضل ان الفول يكون معمول في البيت. لازم نلتزم بالأسس اللي احنا تعلمناها في إعداد الغذاء بتاعنا. احنا عارفين الفول من الأطعمة اللي بتحتاج مننا ان احنا ننقعها على الاقل 24 ساعة، من 24 ل 48 ساعة، يعني يوم ليومين. بعد كده هتكون آمنة عشان نبقى كده تخلصنا من الليكتين، هيكون آمن، هيكون عملية الهضم بتاعته هتكون سهلة علينا. فنحاول نعد الفول في البيت. في نفس الوقت يعني هنكتفي بان الفول يحضر بطريقة بسيطة يا بنات، يعني مفيش داعي بقى ان احنا نحوجه زي ما احنا بنحوج الفول في الفطار. يعني موضوع ان احنا نحط على الفول طحينة وبعدين نحط زبدة والكلام ده، بقدر الامكان يكون بسيط عشان ما يحصلش اي لخبطة اثناء النهار. يعني ممكن يبقى فول بس وبعدين نحط عليه زيت زيتون، معلقة زيت زيتون والليمون وكده، جميل وزي الفول خلاص. الناس طبعا اللي عندها سمنة فرصة بالنسبة لشهر رمضان ان احنا نطلع منه واحنا ناقصين او استهلكنا كمية من المخزون الدهني اللي موجود في الجسم. الناس اللي عندها مشكلة في القولون يفضل في السحور انها ما تاكلش معجنات، لان ده هيعمل لها انتفاخات وغازات وده هيرهقهم في عملية الصيام.
زي ما قلنا بقدر الإمكان إن إحنا نقلل نسبة الملح في الأكل اللي إحنا ناكله في السحور، نركز قوي على الخضروات الغنية بالماء، ممكن نتسحر مثلا تفاح، قطع من التفاح مع زبادي جميل جدا. الفكرة كلها إن العملية تبقى بسيطة، طبعا لو قدرنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان السحور بتاعنا عبارة عن تمر، هيكون ده أفضل كتير. يبقى نعمة سحور المؤمن التمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للفطار. الفطار النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر على رطب. طب لو ملقاش رطب كان بيفطر على التمر، وبعدين لو مفيش تمر كان يحصل حسوات من الماء. حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل ما يروح يصلي، أول يعني أول ما يضرب المدفع عندنا زي ما بيقولوا ياخد الرطب. طب لو ما فيش رطب كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد التمر اللي هو البلح الناشف، ولو ما فيش يبقى الماء. طيب ليه مش العصير يا بنات؟ طبعا العصير على الرغم ان هو غني بالسكريات، واحنا عندنا انواع من العصائر كتيره جدا بقى، العصائر الطازجه والعصائر اللي هي المعلبه، وهنتكلم عليها بالتفصيل بعدين، وعندنا كمان عصائر ظهرت في السوق بقى لها كام سنه اللي هي عباره عن مواد كيميائيه ملونه ومكسبات طعم ولون ورائحه فيها، ودي هنستبعدها تماما من على السفره بتاعتنا مؤقتا لغايه ما نبدا نتكلم عليها. طبعا العصير هيخلينا نشرب منه كميات كبيره، لو قدرنا نتحكم في نفسنا ويبقى العصير اي نوع من انواع العصائر الطازجه، ونحاول ما نحطش فيها عناصر، يعني ما نستعملش السكر المباشر فيها. احنا عارفين في رمضان الناس بتستهلك كميات كبيره جدا من السكر المباشر، سواء كان في الحلويات او العصائر. احنا عايزين نلغي فكره اضافه عناصر، وعشان ده ركن مهم جدا من اركان التغذيه في الاسلام، ان احنا نحن لا ناكل عناصر. العناصر دي لما بتدخل الجسم تبدا تهز التوازن او تخل بالتوازن، خلاص. يبقى احنا الاساس في الفطار رطب. طب مفيش رطب يبقى تمر، مفيش تمر يبقى يكفي الماء النقي. العملية سهلة وبسيطة. طيب الناس اللي عندهم لا تمر ولا رطب وعايزين ياخدوا أي حاجة مسكرة سريعة وحاسين بهبوط، فايدة الفواكه هتدينا سكر وسريع، وفي نفس الوقت هو طعم متوازن. فأنا لو ما عنديش بقى ولا رطب ولا تمر، والماء بالنسبة لي أنا محتاج حاجة تزود لي الطاقة، لأن اليوم بتاعي كان شاق وكان طويل وحاسس إن أنا دايخ، فمش هينفع الماء في هذه الحالة عشان نقدر نصلي وإحنا مركزين وإحنا مش دايخين. فنقدر ناخد أي بعض قطع الفواكه أو أي حاجة ممكن تكون يعني طبيعية حلوة. العملية سهلة وبسيطة. طيب ليه التمر؟ طبعا التمر غني بالألياف، ده مفيدة جدا جدا بالنسبة لجسم الإنسان، مفيدة لحركة الأمعاء. لاحظوا إن الأمعاء فاضية طول النهار، فإحنا محتاجين الألياف اللي موجودة في التمر. كمان الألياف دي مفيدة إن هي بتظبط لنا مستويات السكر في الدم في المعدلات الطبيعية. التمر غني جدا بمضادات الأكسدة، وخصوصا البروتينات والفلافونويد، غني بالبوتاسيوم، عشان كده هو مهم في السحور على فكرة. يعني وجود طعام نسبة البوتاسيوم فيه مرتفعة في السحور ده بيساعدنا كتير إن احنا نقدر نحافظ على كمية المية في جسمنا، يعني عملية الإغواء بتاعتنا. وطبعا مفيد بالنسبة لمرضى الضغط، ارتفاع ضغط الدم اللي هم بيصوموا، فالتمر بالنسبة لهم في السحور من الحاجات المفيدة والحاجات المطلوبة أو الأطعمة المطلوبة.
طبعا مستويات عالية من البوتاسيوم ده بتساهم إنها تحافظ على صحة القلب والجهاز العصبي. التمر غني بالحديد، فالناس اللي عندهم مشاكل بقى مع الحديد وعندهم أنيميا، التمر بالنسبة لهم يعني خيار مناسب جدا. مش عايزين نتكلم بقى عن بعد الصلاة هنلجأ للشوربة والحاجات دي. طبعا طعام كل واحد هيختلف، اللي هي الوجبة الأساسية، لكن خلونا نتكلم في المفهوم بتاعنا الجديد اللي احنا عايزين نرسخه. احنا نقدر نعبد ربنا بالأكل والشرب، هو ده المطلوب، الأكل والشرب عبادة. ليه؟ لأنه نازل فيهم نصوص يا بنات، يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا منهج في القرآن وأوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة بأسس وبآداب احنا مطالبين بيها، فلما نعملها يبقى احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عملية الأكل والشرب هي نفسها لما نتبع المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، إذا في هذه الحالة بنعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك شهر رمضان مش هناخد ثماره إلا إذا أكملنا العبودية لله سبحانه وتعالى بإن احنا نتبع المنهج اللي أنزله في القرآن وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بخصوص الأكل والشرب. الحق سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه كلها تعليمات. الأكل والشرب لما ناكل ونشرب لأن الحق سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فهذه عبادة. بس مش بناكل عشان هي متعة، بس مش بناكل عشان صحتنا بس، لا، بناكل عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. طيب ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الإسراف، لما ننتهي عن الإسراف طاعة لله سبحانه وتعالى لأنه أنزل ذلك في القرآن الكريم. هذه عبادة. غير إن أنا لما بنتهي عن الإسراف عشان خايف على صحتي، عشان عايزة أبقى رشيقة، عشان أعجب زوجي، صحيح كل الحاجات دي ممكن تبقى مطلوبة ومهمة جدا، لكن هناك فرق بين إن إحنا بننتهي طاعة لله سبحانه وتعالى خوفا من غضب الله، لأن الإسراف معصية، لأن المسرفين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذا فرق كبير. ولذلك علينا بتطبيق التعاليم اللي الحق سبحانه وتعالى أنزلها لنا في القرآن وأوحى ببعض التعاليم أو التفصيل في السنة إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتطبيقا للمنهج. هو ده بقى كمال العبودية لله في الطعام والشراب. شهر رمضان زي ما قلنا دورة تدريبية، شهر رمضان للتطبيق، ورشة عمل، دورة عشان نزود بيها أو بالتطبيق فيها إيماننا.